أهلا بكم مشاهدينا وإلى فقرة جود نيوز مع أبرز الأخبار السريعة، ونبتديها ويا أول خبر. ضمن مباراة نادي القوة الجوية ونادي الزوراء العراقي في كلاسيكو دوري نجوم العراق للمحترفين بالجولة 15، ومن خلال بادرة جميلة وغير مسبوقة وجه جمهور نادي الزوراء ومن على مدرجات ملعب المدينة الدولي أثناء ملاقاة نظير نادي الجوية رسالة عبر لافتة كتب عليها: لا تفسد حياتك، الرياضة أجمل بكثير. في إشارة توعوية رائعة تشير إلى محاربة انتشار المخدرات بين الشباب. أما بالنسبة للمباراة فقد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف. وننتقل إلى خبرنا التالي مشاهدينا، حيث احتفلت مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان باليوم الدولي للغة الأم وسط حضور من قبل حكومة الإقليم والحكومة المحلية وجمع غفير من المثقفين والأكاديميين والمهتمين بهذا المجال. وجرت مراسم الاحتفال بهذه المناسبة بحضور وزير الثقافة والشباب في إقليم كردستان حما سعيد ورئيس الحكومة المحلية أوميد خوشناو وأريان صلاح الدين نائب وزير الثقافة وعدد كبير من المثقفين واللغويين والأكاديميين والطلبة في المحافظة. وبهذه المناسبة أيضا نظمت وزارة الثقافة والشباب حلقة نقاشية للدكتور فرياد فاضل مؤسس ورئيس المعهد الكروي للتعليم في برلين. وننتقل مشاهدينا إلى خبرنا الثالث، حيث كشفت مديرية الطرق والجسور في محافظة ديالى عن موعد إنجاز تشييد جسر حمرين شمال شرقي المحافظة والذي يعد أكبر وأطول جسر بالعراق. وقال مدير الطرق والجسور ديالى هاني العزاوي إن نسب الإنجاز في جسر بحيرة حمرين وصلت إلى قرابة 60%، وهي نسبة متقدمة وفقا للمخطط الذي نسير عليه. وأضاف العزاوي إن الجسر يمتد إلى 7 كيلومتر ويمر فوق بحيرة حمرين، وسيحدث نقلة نوعية في النقل المحلي بين مناطق المحافظة وحتى النقل الدولي الممتد بين بغداد وديالى وإيران، وسيختصر المسافة على المارة مقارنة باستخدام طرق أخرى. وإلى خبرنا الأخير مشاهدينا، حيث أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن اختيار لاعب منتخب العراق الشاب علي جاسم كأفضل لاعب شاب في بطولة آسيا. وحصل نجم المستقبل لاعب علي جاسم كأفضل لاعب شاب في بطولة آسيا بتصويت الجمهور الكروي، وقدم علي جاسم مستوى جيد مع المنتخب العراقي لكرة القدم في بطولة آسيا. وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قائمة المرشحين لللقب نجم المستقبل في بطولة كأس آسيا قطر 2023 والتي توج فيها المنتخب العنابي باللقب، وهو كل من الأوزبكي عباس بيك ونجم المنتخب العراقي علي جاسم والكوري لي كانغ يان والإيراني والأردني علي علوان. إذا مشاهدينا، هذه كانت أخبارنا جود نيوز لهذا اليوم، شكرا لكم.